السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله من جوار مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. إحنا الآن في الجهات الجنوبية الغربية للمسجد النبوي الشريف، هذا هو مسجد الغمامة، وهذا الطريق صورنا فيه أكثر من مرة، لكن في كل مرة ما شاء الله يكون في تغيير جديد في هذا المكان. هذه المنطقة هي منطقة واجهة قباء، والكوبري اللي قبل شوي صورناه هو كوبري الصافية. الآن حنغير التصوير، هذا الكوبري اللي في الأعلى، هذا كوبري الصافية، ويعرف أيضا بطريق الملك فيصل اللي هو الطريق الدائري الأول اللي يدور حول المسجد النبوي الشريف. وهذه أيضا نظرة أخرى على المكان، ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك طريق قربان أظنه معروف. طيب نحاول نقدم للأمام عشان نريكم المنطقة بشكلها الجديد، فتحت كثير من الأكشاك في هذه الناحية، سواء على الجهات اللي في اليسار هناك يعني أغلبها مقاهي، في الوسط يعني بعض المطاعم والعصيرات، وأيضا في على الجوانب يعني صار في ثلاث مناطق للأكشاك، على اليسار، في الوسط، وفي الجهات اللي على اليمين. ما شاء الله هنا عندنا محلات تمور، قهوة مختصة، أغلبها قهاوي لأنه المنطقة هذه يعني ما شاء الله القهاوي تمشي فيها مشي طيب يعني. فأغلب الأكشاك هنا عبارة عن مقاهي وأيضا مطاعم. طيب شايفين هناك، خلينا ندخل مرة ثانية نرجع إلى حيث كنا. في بعض الماركات ما شاء الله معروفة، أنا أقصد معروفة في المدينة المنورة، وربما معروفة على مستوى المملكة، زي قبل شوي نحن شفنا شاورمر، شوف زي هذه السيارات الآن أصبحت متاحة للتوصيل ما بين مسجد قباء ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كلها خدمات توصيل من باب السرعة في الوصول إلى المكان. وهذه غالبا تجدوها من العصر، شوفوا زي هذه ما شاء الله سيارات ال ايش بيسموها هذه الالعاب، بولينج ولا مدري ايش. طيب عموما هنا يعني ما شاء الله هي مثل الشلالات، هذا برجر كينج يعني ايضا في المدينه المنوره له فروع، هناك شاورما، تسالي الخير، يعني كل هذه اشياء ربما معروفه عندنا في المدينه المنوره، ولا أدري إذا كانت معروفة خارج المدينة أو لا. عموما أصبحت المنطقة مخدومة بشكل كبير في هذه الناحية، ما شاء الله نخبة العود. وهذه الساعة وأخيرا صلحوها، الساعة 9:30 و5، شايفين هذه كانت لها يمكن خربانة سنوات، الآن ما شاء الله زبطوها. هذا إيش؟ ميدي، ما أدري إيش يبيع. ومن هذه المنطقة كما هي، في حديقة في الأرض، مسطحات خضراء كذا، الناس يجوا يجلسوا مع عيالهم. وهنا زي ما ذكرنا لكم الأكشاك متوزعة على ثلاث نواحي، الناحية اليمنى والناحية اليسرى والناحية اللي هي في الجهات الوسط، بعض المحلات محلات عطورات، بعض المحلات ملابس، عبايات وغيرها من المحلات التجارية. والله يبارك للجميع، في بعض المحلات لسه ما فتحت، ما شاء الله ما شاء الله. محل جوالات سما فتح، هنا محلات هدايا، فراولتي، شايفين ما شاء الله. هذه المنطقة بعد إعادة تجديدها، إن شاء الله لعله نصور لكم كذا فترات الصباحية بإذن الله تعالى. هنا آية الكرسي طبعا في الأعلى، معروف هذا البناء اللي يحمل آية الكرسي،
طبعا اليوم جاي على هذا المكان يعني لغرض معين، فقلنا نصور لكم نضرب عصفورين بحجر واحد. طيب بس لعله اكتفي بهذا القدر، لانه قدام المكان شوي الواحد ياخذ راحته في موضوع التصوير. ما شاء الله احنا وجهتنا اظن احد هذه المحلات، حبينا كذا نصور لكم نشوف الحارات القديمة. طبعا هذه اللي هنا اظنها المشرفية تقريبا، وهذه الجهات اللي على اليمين هذه يسموها اللي هي المغيسلة، المشرفية والمغيسلة هذه كلها جنب بعض. يعني نصور لكم من جهة المشرفية او المغيسلة. هذه الناحية اليمنى، وهذه سيارات البولينج. السلام ورحمة الله، ما شاء الله. ما ادري انا جالس افتي من راسي انا سيارات البولينج. هلا حياك، كيف حالك؟ ما شاء الله. خلاص بقية المحلات كما عهدتها من قبل وكما صورناها لكم سابقا، انا حاكتفي بهذا القدر. ان شاء الله حيكون لي تصوير في فترة العصر، تصوير لهذا المكان، نجدد التصوير لهذا المكان. اما الان فان شاء الله نصور لكم في وقت اخر، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكان بين المسجد النبوي ومسجد قباء، الطريق هذا ممشى يعني مباشر إلى مسجد قباء، طوله 3 كيلومتر، يقطع خلال فترة يعني أو مدة تقريبا نصف ساعة إلى 35 دقيقة. إذا ركبت مع هذول السيارات أو هذول اللي هي السياكل بياخذوا منها 15 ريال، الوصول تقريبا بأقل من 5 دقائق تكون عند مسجد قباء. مثل هذه، هذه كلها الكهرباء، فالمشي مثل ما ذكرنا لك يعني بإمكانك تقطع المسافة بنصف ساعة، وممكن أقل إذا كان عندك في سرعة. وأخيرا هذا ليس هو نفسه طريق درب السنة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسلك إلى قباء، هذا طريق يعني جعل يعني يحاذي طريق درب السنة اللي كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هو بالضبط، بس عشان يعني تعرفوا، لأنه كثير من الناس للأسف يخلطوا في هذا الأمر. فهذا ليس هو نفسه، لأن الرسول كان طريقه على حسب ما أشار لنا عدي من أساتذتنا أنه كان في جهات حي البحر، أو حيمر أول شيء بشارع قربان، شارع قربان قديما يعرف باللي هو وادي بطحان، جزء من وادي بطحان. أيضا الوادي في تلك المنطقة يعرف بوادي جفاف، ثم يمر بحي البحر، طريق درب السنة يمر بحي البحر، بعد ذلك جهة مسجد الجمعة، بعد ذلك أيضا حيمر بجهة اللي هو مسجد قباء. طبعا هنا موضحين لكم مسجد عتبان بن مالك، عتبان بن مالك إن شاء الله يعني قريب حيخرج إن شاء الله، الآن في إعادة تطوير للمسجد، فإن شاء الله قريبا سيظهر. هو بالقرب من مدرسة اسمها مدرسة القصواء، فهناك إن شاء الله يعني يعيدوا إعماره، وإن شاء الله نصوره لكم إذا انتهى بحول الله وقوته. نسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.